إن شاء الله راح نتكلم عن أسباب القولون العصبي، أي أسباب التي تؤدي إلى اختلال وظيفي معقد في هذه المنطقة. طبعا تتمثل أسباب القولون العصبي على يعني عمل الجهاز الهضمي بالتالي: أي نوع من أنواع الألم أو المشاكل تنطوي على المخاطر التالية مثل التدخين، أيضا شرب الكحول، وبعض الحالات النفسية التي يعني يكون فيها الشخص قلق أو مكتئب أو حزين، وبعض المأكولات التي يعني يختلف نوعها من شخص إلى آخر. ومن هذه المأكولات يعني مثلا الفلافل والشطة الحارة والخضروات الغير مطبوخة كالخيار ويعني والفجل والفول والعدس وشرب القهوة، ويعني الفول بشكل عام هو يعني من أحد الأسباب التي يمكن تزيد هذه الحالة بسبب أنه يوجد نوع من أنواع الحموضة فيه. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، هذه أهم الأسباب الموجودة في القولون العصبي. كان معكم خالد بن سعود الحليبي.